بعد الانسحاب من قطاع غزة سنة نعم 2005 سيد بهدف نظير، أن لا تكون حرب. أرجو أن تبقى معنا نتابع هذه رشقة جديدة من الصواريخ تنطلق من سماء غزة في اتجاه مستوطنات غلاف غزة، رشقة جديدة إذن في هذا اليوم الذي يحمل الكثير من الرشقات أو حمل الكثير من الرشقات الصاروخية في اتجاه غلاف غزة. نبقى في غزة، محمد أبو ناموس مراسل الغد يطلعنا على المزيد، تفضل محمد. نعم أحمد، يعني في هذه اللحظات ومع انطلاق الرشقة الصاروخية التي لاحظناها قبل قليل، متوقع أن يكون هناك رشقات صاروخية متتالية تستمر وتشتد ذروتها في تمام الساعة 9 بالتزامن مع تكبيرات من قبل المواطنين فوق أسطح المنازل وأيضا من المساجد، وهذا ما كانت قد تحدثت عنه وتحدثت به ودعت المواطنين لصنعه حركة الجهاد الإسلامي لما تصفه بتاسعة البهاء تخليدا لذكرى الشهيد بهاء أبو العطاء القائد في سرايا القدس. إذا نستمع الآن إلى صوت التكبيرات من قبل المواطنين وأيضا في المساجد والتصفير من قبل المواطنين في الشوارع العامة في هذه اللحظات. إذن الآن رشقة صاروخية جديدة في هذه اللحظات. إذن نتحدث عن رشقة صاروخية جديدة في هذه اللحظات، ويبدو كما قلنا بأن هذه الرشقات ستبقى مستمرة حتى ما بعد الساعة 9، ولكن ذروتها ستكون في تمام الساعة 9 كما قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها كان عصر هذا اليوم، ودعت فيه المواطنين بضرورة تحفيز مطلقي الصواريخ من غرفة العمليات المشتركة من خلال التكبير والتهليل من فوق أسطح نعم. محمد المنازل. لمن لم يتابع هذا البيان هل يمكن أن تذكرنا به؟ يعني هذا لم يكن بيانا بل هو كان مثل تغريدة لحركة الجهاد الإسلامي دعت فيها المواطنين أن يكونوا دائما بالمقربة من مطلقي الصواريخ من خلال التكبير الدائم في المساجد وبالتحديد في تمام الساعة 9 التي تصفها حركة الجهاد الإسلامي بتاسعة البهاء نسبة للشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، وكان في حينه يشغل منصب قائد لواء شمال قطاع غزة. فطلبت حركة الجهاد الإسلامي من المواطنين التكبير والتهليل على أسطح المنازل، وقالت نستمع للتكبيرات في نعم تمام الساعة 9 تاسعة البهاء. نعم تاسعة البهاء سيكون هناك رشقات متتالية وسيكون هناك أيضا تصفير وتهليل وتكبير من قبل المواطنين تحفيزا للمقاتلين أو لمطلقي الصواريخ في قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. لاحظنا قبل قليل رشقتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يكون هناك استمرار لهذه الرشقات الصاروخية في أي لحظة، ولكن الذروة كما قالت الحركة ستكون في تمام الساعة 9 أي بعد لحظات من الآن. طيب نتحدث تقريبا عن مجمل الضربات والرشقات الصاروخية حتى الآن في هذا اليوم فقط، هل من معلومات كم بلغت؟
يعني نتحدث في حتى هذه اللحظة وحسب ما تحدثت حركة أو عفوا تحدث الاحتلال الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي تحدثت عن أكثر من 500 صاروخ أطلق من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. الآن نلاحظ رشقة صاروخية جديدة من منطقة أخرى من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. نعم الآن أحمد، نعم، والملاحظ أن هذه الرشقات الصاروخية التي نراها لا نستمع لصوت القبة الحدية وهي تحاول اعتراضها كما جرت العادة مع الرشقات الصاروخية خلال اليومين الماضيين أو حتى هذا اليوم، وربما مع التكبير لا نستطيع أن نستمع بشكل قوي لهذه القبة الحدية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقات الصاروخية المنطلقة من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الإسرائيلية. ولكن على أي حال الرشقات الصاروخية لازالت متتالية ومتوقع كما قلنا أن تكون الذروة في تمام الساعة التاسعة. هل هناك وجود للطيران الحربي الإسرائيلي؟ يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية على اختلافها إن كانت حربية أو طائرات استطلاع لا تغادر سماء القطاع أحمد نهائيا، هي تستمر بالتحليق بشكل مكثف في سماء قطاع غزة، ترصد كل ما هو متحرك وكل ما هو داخل قطاع غزة. الآن نستمع إلى صوت انطلاق رشقة أخرى، ولكن يعني استمعنا إلى صوتها ولكن لم نراها، إذن نستمع الآن إلى صوت رشقة جديدة ولكن لم نراها. نحن نراها. إذن يعني هذه الطائرات أحمد، نعم، كما قلنا على نعم الشاشة الرشقات. نعم. الآن صوت انفجار في المنطقة الغربية لمدينة غزة أحمد. نعم. نستمع إليه. يعني حسب ما نشاهده يبدو أن القبة. إذن انفجار. تعملت. نعم الآن رشقة 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 نعم الآن رشقة جديدة أحمد. نعم إذن هي رشقة جديدة تتزامن مع التكبيرات من قبل المواطنين في المساجد. نعم. وعلى أسطح المنازل وفي تمام التاسعة في هذه اللحظات. بالضبط في تمام التاسعة تزداد وتيرة هذه الرشقات الصاروخية من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية تتزامن مع التكبير والتهليل من قبل المواطنين داخل قطاع غزة فوق أسطح المنازل وبعضهم في الشوارع والميادين العامة. ولكن نعم الآن نستمع إلى صوت القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقة الأخيرة التي انطلقت. إذن استمرار الرشقات يعني أن حتى هذه اللحظة الرشقات الصاروخية تخرج من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يزال يحلق بطائراته في سماء القطاع ويرصد أهداف جديدة، وربما في أي لحظة يكون هناك غارة إسرائيلية جديدة على هدف جديد داخل قطاع غزة، والتي كان آخر هذه الغارات على منزل في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. تم إطلاق صاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية ومن ثم تبعه صواريخ عدة على هذا المنزل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ساوت هذا المنزل بالأرض بشكل مباشر، ومنزل آخر في منطقة بيت لاهية شمال القطاع أيضا تم إطلاق صاروخ استطلاع عليه ومن ثم صواريخ من الطائرات الحربية حتى ساوت هذا المنزل بالأرض. الآن ربما لا نستمع أو نشاهد رشقات صاروخية ولكن لازلنا نستمع إلى صوت التكبيرات من قبل المواطنين على أسطح المنازل. الآن رشقة صاروخية جديدة، صاروخ جديد الآن في هذه اللحظات. إذن هو صاروخ جديد. يعني في سماء غزة رشقات صاروخية وعلى الأرض تكبيرات
من قبل المواطنين. هذه هي الأجواء في قطاع غزة مع استمرار التحليق الإسرائيلي بطائرات الاستطلاع المستمرة في هذه اللحظات في سماء القطاع. الآن أيضا رشقة صاروخية ثانية. إذن استمرار الرشقات الصاروخية في هذه اللحظات، وهذا ما تحدثت عنه غرفة العلامة المشتركة بأنها مستمرة في إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، وأيضا ما تحدثت عنه حركة الجهاد الإسلامي والتي قالت بأنها في تمام الساعة 9 سيكون هناك إطلاق رشقات صاروخية، وأيضا دعت المواطنين لتحفيز المتقين. الآن رشقة صاروخية جديدة أحمد في هذه اللحظات نلاحظها، في هذه اللحظات رشقات صاروخية متتالية لا زالت تطلق من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في أكثر من مكان وفي أكثر من اتجاه رشقات صاروخية. نعم نعم، الآن صلاح نتحدث عن رشقات متتالية لا زالت مستمرة. استمرار لإطلاق الرشقات الصاروخية من أكثر من مكان من أكثر من اتجاه نلاحظها، وأيضا نستمع إلى صوت انفجار القبة الحديدية وهي تحاول اعتراضها، ونستمع أيضا إلى صوت التكبير من قبل المواطنين على أسطح المنازل، ولا زال الإطلاق مستمر لهذه الرشقات الصاروخية من داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. الآن نترك الصوت لنستمع سويا إلى هذه التكبيرات داخل قطاع غزة. محمد إن كنت تسمعني. نعم صلاح معك. كان هنالك دعوات من قبل صاروخية جديدة صلاح. نعم نشاهد هذه الرشقات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، كما نشاهد وإياكم هذه الصور المباشرة التي تأتينا من قطاع غزة لانطلاق رشقات صاروخية جديدة تجاه مستوطنات غلاف غزة. نعم صلاح، يعني الرشقات لازالت، يعني كما نستمع أيضا بجانب أصوات هذه الرشقات محمد، نستمع أيضا إلى المآذن التي لبت دعوات سرايا القدس. نعم صلاح، يعني هذه الدعوات كانت من حركة الجهاد الإسلامي بشكل عام وذراعها العسكري سرايا القدس بشكل خاص، بضرورة أن تتزامن تاسعة البهاء كما تسميها سرايا القدس بإطلاق رشقات صاروخية متتالية من قطاع غزة، تتزامن مع تكبير وتهليل من قبل المواطنين فوق أسطح المنازل تحفيزا لمطلقي هذه الصواريخ داخل قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. الاحتلال الإسرائيلي صعد اليوم بشكل كبير واغتال أحد قادة سرايا القدس في قطاع غزة، ومن ثم اغتالت نائبه، لذلك دعت سرايا القدس أن يكون هناك
دعم للمقاتلين من خلال هذه التكبيرات وهذا التصفير داخل قطاع غزة من قبل المواطنين تحفيزا لهؤلاء الأشخاص. على أي حال لازال التكبير مستمر، لازال المواطنين فوق أسطح المنازل في هذه اللحظات، أيضا نستمع إلى صوتهم بشكل كبير، وأيضا المساجد التي بدأت بالتكبير منذ قبل 10 دقائق من تمام الساعة 9، ولا يزال يستمر التكبير حتى هذه اللحظة مع استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية. أيضا في بيان لها أو على لسان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة قال بأن إذا ما أراد الاحتلال الإسرائيلي واستمر في استهدافه للمنازل فسرايا القدس مع فصائل الفلسطينية بشكل عام سيكون لها قولها من خلال استمرار إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأن ما رآه العالم من الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة ما هو إلا شيء يسير عما يمكن أن تفعله الفصائل إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صواريخه باتجاه منازل المواطنين داخل قطاع غزة.